الأولى إلى المنطقة بدأها من إسرائيل، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بنتنياهو. لقاء جدد على إثره بلينكين التأكيد على دعم الولايات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلى جانب التزام واشنطن بأمنها. سنعمل مع شركائنا بشكل وثيق لضمان عدم استفادة حركة حماس من مساعدات إعادة الإعمار في غزة. زيارة بلينكين شملت أيضا رام الله، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. في الأيام الأخيرة حدث تحسن في علاقات السلطة الفلسطينية بالولايات المتحدة، وتجدد خط الاتصالات المتوقف بين الجانبين منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تحسن عكسته تصريحات بلينكين خلال لقائه عباس، تصريحات أكد خلالها عزم إدارة الرئيس بايدن على تجديد العلاقات مع الفلسطينيين وتقديم المساعدات المالية كذلك، والعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس. أما الرئيس عباس فأشاد بالمواقف الأمريكية، وهي ربما المرة الأولى منذ سنوات. نشكر الإدارة الأمريكية على التزامها بحل الدولتين وبالستاتوس كو في مدينة القدس والحفاظ على سكان القدس والشيخ جراح. أروقة المقاطعة كانت هادئة من أي حراك دبلوماسي في السابق، أما الآن فتعج بالحاضرين. وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي وصل إلى رام الله بعد يوم واحد من قدوم نظيره المصري سامح شكري. نحن نرى إلى المواقف التي عبرت عنها الإدارة الأمريكية الجديدة، مواقف إيجابية، بحثنا كيفية التعامل معها إيجابيا للبناء عليها وإيجاد الأفق السياسي الذي تحدثنا عنه. إذن هناك تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها المنطقة بعد التصعيد الأخير على قطاع غزة. العنوان المرفوع بالعلن هو إعادة إعمار القطاع وتثبيت وقف إطلاق النار، لكن السؤال المطروح حاليا ما إن كانت هذه التحركات ستفضي إلى مبادرة سياسية أم لا. أحمد جردة، العربي.